باش نوري للراي العام القضيه ديالنا. حنا هذا المشغل اغلق 7 الفنادق وشرد 700 عامل بدون مبرر. حنا 3 شهور وحنا في وقفات واعتصام في مدينه مراكش بدون حوار بدون حلول. لهذا جينا هنا وكنشكروا الاخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء المركزيه اللي ساندونا. هذا المشغل هذا مبررات ديالو هي كوفيد والسيوله. كوفيد كانت على جميع الفنادق ولم تغلق ابوابها. جلسات طويله الحوار ولقات حلول مع الشغيله ديالها. هاد المشغلين كانوا مواطنين ومسؤولين واحتفظوا بالعمال ديالهم لانهم عارفين ان كوفيد ما غيبقاش ديما. كوفيد غادي يتسالى وغادي يكونوا احتفظوا على العمال ديالهم. بالنسبه للسيوله اقول بانه هذا رابع طروة في المغرب. هذا عنده رابع طروة في المغرب. الفنادق تمثل له 1% من الطروة ديالو، يعني لا شيء. لهذا كان خصو يكون مواطن اكثر من الاخرين ويجلس لطاولات الحوار. لهذا نحن سنصعد الى ان يجلس الى طاولات الحوار ويلقى حلول ويعترف لهاد الناس اللي ضيعوا معاه سنين، ضيعوا معاه 10 سنين و20 عام. بعد ما استنفدنا جميع الطرق باش نوصلوا مع هاد الناس الحل، لانهم طردونا من شهر 1 ديال شهر 7 لو 1 جوان حبسونا لي زوتيل كلهم استأنفوا العمل ديالهم الا حنايا. منين جينا باش نستأنفوا العمل ديالنا كان باقي الفنادق ديال مراكش، قالوا لنا بان حنايا مازال ما خدامينش وما غاديش نخدموا وما غاديش نخلصوكم وما عرفناش امتى غادي نخدموا. يعني بقينا في واحد البوان دانتيغوغاسيون ما عرفناش امتى غادي نخدموا، ما مخلصين ما خدامين ما مطرودين. حنا ما فهمناش شنو هاد الناس هادو علاش يقلبوا. هاد الناس شردوا 760 عامل وعامله يعني بدون سابق انذار، خدموا معاهم. كاينين الناس اللي خدموا 20 سنه، كاين الناس اللي خدموا 15 عام، كاين اللي خدموا 10 سنين. يعني جاوا بين الليله وضحاها سدوا هاد الباب، ما خبروا الناس، ما داروا لا حتى شي انذار ولا شي اعلان ولا حتى شي حاجه. يعني جاوا سدوا الله ياخذ فيهم الحق. ما كاينش تحاور، يعني درنا بزاف نتاع المحاولات، درنا شحال في وقفات في مراكش يعني من شهر 7 لدابا يعني 3 شهور. الناس ما واخدينش الاجور ديالها، ما مسول فيهم حتى حد. يعني لا بالنسبه لمفتشيات الشغل قاموا بالمجهودات ديالهم، تيصيفطوا لهم الاعلانات، يعني حتى واحد ما كيجي كيتسجل